انطلاقة نشرتنا من جديد مبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة، حيث اعتمد حاكم الشرقة حزمة من القرارات لحل المشاكل التي تواجه مواطني الإمارة من فئة المستفيدين من إعانة وزارة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية والبالغ عددهم 8000 حالة. وتضم هذه المساعدات كل من التوجيهات التالية: دفع إيجارات مساكن المستفيدين من إعانة وزارة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية بإجمالي 15 مليون درهم وذلك بشكل سنوي، كما ونص التوجيه أيضا بالبدء بإنشاء 1000 مسكن مؤثث بالكامل للمستفيدين من إعانة وزارة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى البدء الفوري بمعالجة ديونهم والتي تبلغ 320 مليون درهم. هذا وقد تم تفعيل القرار وبشكل تام على كافة المستفيدين والمشمولين بها في كل من مدن ومناطق المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومنطقة الحمرية، على أن تفعل على المستفيدين والمشمولين بها في مدينة الشرقة خلال الأيام القليلة القادمة. وللحديث أكثر حول مبادرة صاحب السمو حاكم الشرقة الجديدة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الأستاذة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشرقة. أهلا بك. بداية أستاذة عفاف، كيف قرأتم مبادرة صاحب السمو حاكم الشرقة الجديدة؟ أتقدم بالشكر الجزيل لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة على مكرمته وحرصه على إدخال الفرحة على محدودي الدخل من المنتفعين من المساعدات الاجتماعية في شهر رمضان وقرب العيد الفطر السعيد. نعم أستاذ عفاف، كيف يمكن أن تسهم هذه المكرمة بتخفيف الأعباء على المستفيدين من الحالات الاجتماعية؟ مكرمة حضرة صاحب السمو هي تعمل على إزالة بعض المعوقات اللي راح تساهم في الوصول للحياة الكريمة والعيش اللائق للأسر من محدودي الدخل، لأن احنا قمنا برفع أحوال الناس من المنتفعين من المساعدات الاجتماعية لحضرة صاحب السمو، وبعد ما اطلع عليها وجهنا بأن احنا نركز على أبرز المعوقات التي تستنزف الدخل وهي الإيجار والديون، فركزنا على هالنقطتين ووجهنا أن احنا نركز عليها في الدراسة الاجتماعية اللي قمنا فيها خلال الفترة الماضية، ولله الحمد طلعت قرارات من الحكم بتسديد الديون ومعالجتها وكذلك بدفع الإيجار عن المقيمين بالإيجار. مثل ما تعرف أن المنزل الشخص اللي يقيم في بالإيجار يعني لما تنتقل الحيازة من الإيجار إلى الملكية يعود ذلك بالنفع يعني وبالراحة والاستقرار على الشخص، وبالتالي يساهم في العملية التنموية في الإمارة. سعادة الأستاذة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، كل التوفيق لكم وشكرا جزيلا لك.